حضرتك اشتغلت في يعني اشتغلت برضو جزء كبير جدا في الاتحاد الافريقي، وكان ليك اختلاط بلجنه التحكيم هناك في الاتحاد الافريقي. حضرتك شايف ممكن التحكيم يكون ازاي في مباراه زي ديت، وخاصه ان في النهارده في معسكر للحكام الافارقه موجودين هنا في مصر لمده 5 ايام، معسكر مكثف جدا لاختيار الحكام اللي هيحكموا طبعا السيمي فاينل والفاينل ان شاء الله. هو تبدأ منين؟ القانون، قانون كرة القدم وضع لحماية اللاعبين. يعني ال 17 مادة، قانون كرة القدم 17 مادة. ال 17 مادة كلهم وضع لحماية اللاعبين. مين ينفذهم؟ الحكم. الحكم. يعني مين اللي يسيطر؟ إذا لو الحكم سيطر بال 17 مادة بتنفيذ قانون كرة القدم، هيحافظ على اللعيبة جوه الملعب. زي القانون الجنائي، مين اللي وضعه؟ الدولة مثلا للشؤون القانونية، لمين؟ لأي واحد بيعمل حاجة خارجة عن القانون اللي بينفذها الشرطة. هنا الشرطة بتاعت الملعب هو الحكم. الحكم عنده 17 مادة، ال 17 مادة دولت وضعت لحماية اللاعبين. القانون ما وضحش إنه يبقى هنا كده قانون ولا لا. متفائل بفكرة التحكيم؟ متفائل بالتحكيم؟ لا، أنا إن شاء الله بإذن الله التحكيم السنة دي هيبقى فيه شكل تاني، وهيبقى فيه أداء تاني، وهيبقى فيه فكر تاني. وإحنا مش هنقول إيه مع المغرب أو مع مصر أو مع أي فرقة. لا، أنا واثق إن النظام الجديد اللي عامله الاتحاد الأفريقي دلوقتي واللجنة اللي هي شكلته، شكل لجنه وجابوا كل الحكام دول، والحكام دول كلهم هيسافروا المغرب. مش هيبقوا معروفين مين اللي هيسافر، يعني مين اللي هيلعب، ومن هناك هيختاروا الحكام. يعني الحكام هيتمرنوا، موجودين في مصر، موجودين في مصر 3 ايام 3 ايام هيتمرنوا وكلهم مع بعض، الحكام وحكام الفار وحكام المساعدين وكل مجموعه، ثم كل المجموعه هتسافر الى المغرب بطيارة خاصة. على أساس هذه المجموعة هيتم الاختيار. هيتم الاختيار منين؟ من لما يوصلوا إن شاء قبل الله قبل المباراة فترة قليلة، أما يوصلوا المغرب يعني الليل، اليوم اللي قبل المباراة، يوم الجمعة. يعني مثلا مباراة يوم الجمعة هيعرف، مباراة الحد هيختاروا لها السبت، مش هيختاروا قبل كده، وتعلن ويبقوا موجودين هناك. تمام. المدربين والبدلاء لهم كمان هيكونوا موجودين. فده النظام الجديد اللي عاملينه السنه دي، وانا واثق ان شاء الله باذن الله قصه زمان الحكام العرجون والحكام المسميات اللي طلعت عليهم على بعضهم يعني. لا في حاجات كتير، في حاجات يعني فعلا ظاهره انها يعني وضوح، بس دلوقتي في فار. الفار ده هيحد شويه من الاخطاء، وهيحد شويه. والله ما بقتش فرق يا كابتن فتحي. لا، هي مش فارقه قوي يعني، هي مش فارقه عندنا هنا في مصر. بس لو كل لاعب فكر، لو كل لاعب فكر ان هو ما يعملش حاجه من ظهر الحكم على اساس فكر الحكم مش هيشوفه. يعني مثلا ما تدي كوع لواحد او تضربيه او تعمل له انكل او تخش فيه عليه جامد، وفكر ان الحكم مش شايف، مش في فار شويه. الحاجه اللي انا كنت عايز برضو افتكرها امبارح لماتش امبارح، لمباراه امبارح، ضربه الجزاء. ضربه الجزاء حتى لو احنا جبناها وشفناها دلوقتي، هل ضربه الجزاء حارس المرمى مفروض انه يقف على الخط بين القائمين وتحت العارضه وما يتحركش، يتحرك بالجنب، ما يتحركش الا لما الكره تتحرك؟ الحارس اتحرك قبلها، المهدي لا الحكم شافها او الله اعلم، ولا المساعد شافها اللي واقف على 6 ياردة، ولا الفار شافها. الكره دي لازم تعاد، لم تحسب. ما تتصدق. دي برضو من ضمن الحاجات اللي ازاي فاتت. بس يا كابتن فتحي، لو نجيبها يا كابتن هاني دلوقتي، للاسف ما عندناش على يعني حقوق لسه الحوز، المباريات ما لسه مش عندنا، بس ان شاء الله هتكون متواجده باذن الله في الفتره اللي جايه. لكن بتكلم على كمان نقطه مهمه جدا، ان خلاص الحكام بقوا الموضوع بقى فوكس جدا عليهم، وان المباريات الكبيره ديت السيمي فاينل للتشامبيونز ليج الافريقي والنهائي الافريقي بقى كل الاضواء عليهم بشكل كبير جدا، وبقت
مع وجود كمان الفار، فاعتقد حتى الحكم اللي عنده نيه انه يغلط لا مفيش مفيش مجال، لان خلاص انت فوكس عليك وفي فار موجود، ومن خلال دوت ممكن يبقى هيأثر ايه حتى في كاس العالم اللي جاي. فكل الامور يعني بنقول انها ان شاء الله مفيش هتبقى في اخطاء، لو في اخطاء هتبقى اخطاء يا طبيعيه يعني. لا ممكن ناحية التحكيم مطمئن ان شاء الله، هنطمئن لها ان كل فريق هياخد حقه يعني. كل لا دي خلاص دي اصبحت حاجه نقول اكيد، الا طبعا في اخطاء بتبقى فوق رؤيه البشر كبني ادمين يعني ان تحصل كده. صحيح. لكن الاخطاء اللي هي المتعمده بقى ديت اللي كنا بنشوفها يعني زمان. صحيح. والحاجات دي كلها وخلف الحكم ودار الحكم والكلام ده، كل ده مش هنلاقيه في كاميرا. كل ده في كاميرا. خلاص هنثق ان شاء الله باذن الله ان احنا بس ادي دورك في الملعب، نفذي فكرتك في الملعب. واللي انا بطلبه يعني بدعو ربنا سبحانه وتعالى ان موسيماني يقدر ربنا يوفقه في اختيار 16 لاعب ويختار منهم 11، او نقول 18 ويختار منهم 11